أشكر فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي، أشكر الشيخ رضا علي التنتاوي، الشيخ حمد الغندور، الشيخ مصطفى الشربيني. حضراتكم جميعا أقدم لكم الشكر باسم الشيخ محمود واجب حطيبة وشيخنا الكريم سيدنا الشيخ أحمد شعبان الذي هاتفني الآن بأن يكون اللقاء أيضا مع علم من الأعلام فضيلة مولانا الشيخ حسن البرعي. تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقيم الصلاة قل لي وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وسخر قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد
وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إن ربي لسميع الدعاء
فإنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ولا يقدر على علم ذلك إلا باسط الأرض ورافع السماء. من سورة إبراهيم، تلا علينا القارئ المتقن الحكيم فضيلة القارئ الشيخ حسن البرعي، والذي جاء يقدم العزاء لشيخنا الكريم الشيخ محمود واجب قطيبة العلم القرآني الكبير في تكريم والده. نسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. الأسرة الكريمة والعائلة الموقرة، آل حطيبة قاطبة على مستوى التقهلية، كان بمركز المنصورة أو الشربين أو بالقاس أو عموم مراكز التقهلية، الذين حضروا بواجبهم والسادة مقاولي أشغال الفراشة بمحافظة دمياط قاطبة، وكل من أتى مقدما العزاء، أقدم للجميع وافر الشكر والاحترام والتقدير.